السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الأشكال المستوية، الأضلاع والرؤوس. وفكرة الدرس الرئيسية أو الهدف من الدرس أن أصف الشكل المستوي بحسب أضلاعه ورؤوسه. أوصف الشكل وشوف كم ضلع لهذا الشكل وكم رأس لهذا الشكل. أولا نراجع على الأشكال المستوية التي سبق دراستها من قبل، وهذه الأشكال هي: أول شكل هو شكل الدائرة، والثاني المثلث، أشكال المستوية، والمربع، والمستطيل، ومتوازي الأضلاع. وقلنا لازم نفرق بين المستطيل والمربع ومتوازي الأضلاع، والشكل السداسي، وشبه المنحرف. يبقى الأشكال المستوية التي سبق دراستها هي الدائرة والمثلث والمربع والمستطيل ومتوازي الأضلاع والشكل السداسي وشبه المنحرف. وسمينا هذه الأشكال بالأشكال المستوية وغيرها من الأشكال المستوية لأن لها بعدان، وقلنا البعدان هما الطول والعرض، لها بعدان فقط هما الطول والعرض، وعكس المجسمات لها ثلاث أبعاد كما قلنا في السابق. لنرى التدريب الأول في الدرس ونرى كيف نصف هذه الأشكال حسب أضلاعها ورؤوسها. أصف الأشكال المستوية بحسب عدد أضلاعها ورؤوسها. أولا لابد أن نعرف ما هو الضلع وما هي الرأس. الضلع كما ترون هو القطع المستقيمة المكون منها الشكل المستوي. شكل المستوي الأول هو شكل، هذا الشكل ايش يكون يا شباب؟ هو شكل مثلث، والمثلث به كم ضلع؟ واحد، هذه القطعة المستقيمة الأولى، واحد، اثنان، ثلاثة. المثلث له ثلاث أضلاع، به ثلاث قطع مستقيمة، هذه الأولى، واحد، هنا اثنان، وهنا القطعة الثالثة. فللمثلث ثلاثة أضلاع لأن له ثلاث قطع مستقيمة. وما هي الرأس؟ الرأس هي نقطة تلاقي ضلعين، نقطة تلاقي ضلعين أو نقطة تلاقي قطعتين مستقيمتين في الشكل المستوي، نقول عنهم أنهم ضلعين. فنقط التلاقي هنا هي هذه النقطة، وهذه هي الرأس الأولى، والنقطة هذه الضلع هذا مع الضلع هذا يلتقون في هذه النقطة وهي الرأس الثانية، والضلع هذا مع الضلع هذا يلتقون في هذه النقطة وهي الرأس الثالثة. فالآن يا شباب نلاحظ أن المثلث، للمثلث ثلاثة أضلاع، واحد، اثنان، ثلاثة، وله أيضا ثلاثة رؤوس وهي واحد، هذه النقطة، اثنان، ثلاثة. إذن للمثلث ثلاثة أضلاع وثلاثة رؤوس. نرى شكل مستوي آخر. ما اسم هذا الشكل يا شباب؟ الشكل هذا هو شكل المربع، شكل المربع. لنرى كم عدد أضلاع المربع. هذا الضلع الأول، واحد، هذا الضلع الثاني، اثنان، هذا الضلع الثالث، ثلاثة، وهي القطعة المستقيمة المكون منها الشكل، وهذا الضلع الرابع. إذا للمربع أربعة أضلاع، المربع أربعة أضلاع. كم رأس للمربع؟ كل ضلعين يتقابلان في نقطة هي نقطة الرأس. هنا رأس الأولى، واحد، وهنا اثنان، تلاقي الضلع هذا مع الضلع هذا هذه النقطة، والضلع هذا مع الضلع هذا يلتقون في هذه النقطة هي الرأس الثالثة، واحد، اثنان، ثلاثة، وهذا الضلع مع هذا الضلع يلتقون في هذه النقطة وهي النقطة الرابعة أو الرأس الرابعة. إذا للمربع أربعة أضلاع، أربعة أضلاع، وله أربعة رؤوس. وإن الأضلاع هي القطع المستقيمة المكون منها الشكل، والرؤوس هي نقطة التلاقي
الأضلاع أو القطع المستقيمة المكون منها الشكل. الآن للدائرة، هذا الشكل المستوي تعرفونه جيدا، هو الدائرة. كم ضلع لهذا الشكل؟ يعني كم قطعة مستقيمة في هذا الشكل؟ كما تلاحظون أن الدائرة هي خط منحنى، ما في قطع مستقيمة. إذا له أضلاع ولا ما له أضلاع؟ نعم، ما في أضلاع، يبقى لا أضلاع للإيش؟ للدائرة، ما عندها ولا ضلع، صفر، صح؟ طيب، والرؤوس هي نقطة تلاقي الأضلاع، كل ضلعين يلتقون في إيش؟ في رأس. هنا في أضلاع، إذا كان ما في أضلاع أكيد ما في رؤوس. نعم، يبقى ولا رؤوس، يبقى الدائرة ليس لها أضلاع ولا رؤوس. هيا الآن نرى تدريبات الكتاب. الشكل الأول، أسألكم يا شباب، شو اسم هذا الشكل؟ نعم، مثلث. كم عدد أضلاع المثلث؟ عد الأضلاع واكتب العدد أمام كلمة أضلاع. أيوة، 1 2 3. نعم، للمثلث 3 أضلاع، أكتب 3. له كم رأس؟ نعم، نعد الرؤوس، 1 2 3. إذن له 3 رؤوس، يبقى المثلث له 3 أضلاع و3 رؤوس. نرى هذا الشكل، ما اسم هذا الشكل يا شباب؟ نعم، سداسي. سداسي، وليش سمنا سداسي؟ نعد الأضلاع، نعد له كم ضلع؟ كم ضلع للشكل السداسي؟ 1 2 3 4 5 6. الشكل السداسي له 6 أضلاع، عشان كده سميناه سداسي، يبقى له 6 أضلاع. دعنا نرى الرؤوس. الرؤوس هي نقطة تلاقي كل ضلعين. نبدأ من هنا من الأعلى، 1 2 3 4 5 6. بل الشكل السداسي 6 رؤوس، الشكل السداسي له 6 أضلاع و6 رؤوس. الدائرة شكل مستوي، كم عدد أضلاع الدائرة؟ القطع المستقيمة في الدائرة كم عددها؟ 0، تمام، 0 ضلع. كم رأس؟ قلنا إذا ما في أضلاع كيف يكون في رؤوس؟ ما في رؤوس، كم أكتب؟ 0، أحسنتم. نرى التدريب آخر، وحوطوا الأشكال التي تتفق مع الوصف. الشكل هنا هو شكل له 4 أضلاع و4 رؤوس. نرى هل الشكل الأول له 4 أضلاع و4 رؤوس؟ لا، لماذا؟ لأنه دائرة، والدائرة ليس لها أضلاع ولا رؤوس. الشكل الثاني هل له 4 أضلاع و4 رؤوس؟ لا، لماذا؟ لأنه مثلث، والمثلث له، نعم، 3 أضلاع و3 رؤوس. هل هذا الشكل له 4 أضلاع وله 4 رؤوس؟ نعم، شكل على شكل مستطيل، والمستطيل له 4 أضلاع و4 رؤوس. نحوط الشكل الأخير، وهو الذي له 4 أضلاع و4 رؤوس، هو شكل المستطيل. نعم، نرى تدريبا آخر، نختار الشكل الذي ينطبق عليه هذا الوصف. عندي 3 أضلاع و3 رؤوس، من في هذه الأشكال له 3 أضلاع و3 رؤوس؟ هذا الشكل له 3 أضلاع و3 رؤوس. نعد الأضلاع، 1 2 3. نعم، إنه مثلث، والمثلث له 3 أضلاع و3 رؤوس، 1 2 3. إذن هذا الشكل ينطبق عليه الوصف، هو 3 أضلاع و3 رؤوس. هل هذا الشكل له 3 أضلاع و3 رؤوس؟ لا، هذا الشكل شكل مستطيل، والمستطيل له 4 أضلاع و4 رؤوس، 1 2 3 4.
حتى الرؤوس أربعة رؤوس، فما أختار هذا الشكل؟ هل هذا الشكل له ثلاثة أضلاع وثلاثة رؤوس؟ نعم، نفس ينطبق على نفس هذا الشكل المثلث له ثلاثة أضلاع وثلاثة رؤوس، ونحوط أيضا هذا الشكل. أحوط الشكل الذي ينطبق عليه هذا الوصف، صفر ضلع وصفر رأس، صفر ضلع وصفر رأس. هل هذا الشكل ينطبق عليه هذا الوصف؟ لا. صفر ضلع وصفر رأس وش معناها؟ نعم، إنه شكل الدائرة. هل الزرار شكل الدائرة؟ نعم، ينطبق عليه الوصف. هل السيدي أو الأسطوانة لها صفر ضلع وصفر رأس؟ أيوة، ليس لها أضلاع ولا رؤوس لأنها على شكل دائرة. نحوط أيضا هذا الشكل. أكتب اسم الشكل ثم أذكر صفتين له. الشكل هذا يا شباب شو اسمه؟ نعم، دائرة. أذكر بعض صفاته. أكتب هنا دائرة. صفات الدائرة، ها، كم ضلع للدائرة؟ صفر أضلاع، صفر ضلع. صفر ضلع وصفر ايش؟ رأس. دعنا نرى سؤالا آخر. أكتب اسم الشكل ثم أذكر صفتين له. إيش ما هذا الشكل يا شباب؟ إيش؟ هو من الأشكال المستوية التي سبق دراستها. نعم، اسم الشكل شبه منحرف. شبه المنحرف له، ها، كم ضلع وكم رأس؟ خلاص، دعنا نكتب الأول شبه منحرف. شبه المنحرف له كم ضلع؟ شبه المنحرف واحد اثنان ثلاثة أربعة، له أربعة أضلاع، أربعة أضلاع. أربعة أضلاع وأربع رؤوس. أربع عفوا رؤوس. التفكير المنطقي، هل كل مستطيل مربع؟ هل يا شباب كل مستطيل مربع؟ أسمعكم، هل كل مستطيل مربع؟ لا، ليس كل مستطيل مربع. متى يكون المستطيل مربع إذن؟ يكون المستطيل مربع إذا تساوت أضلاعه، لأن المربع لابد أن تكون أضلاعه إيش؟ متساوية. هل كل مستطيل مربع؟ لا، ليس كل مستطيل مربع. متى يكون المستطيل مربع؟ يكون المستطيل مربع إذا تساوى أضلاعه. نعم، دعنا نرى هذا التدريب وهو بالخارج الكتاب لكنه في الدرس. هذا الشكل له كم رأس وكم ضلع؟ الشكل هذا له كم رأس وكم ضلع؟ أرجو أن تأتيني إجاباتكم على الخاص في الواتس لنرى من يجيب على هذا السؤال، من فهم الدرس ومن لم يفهم الدرس. هذا الشكل، أنا سؤالي هذا الشكل له كم ضلع وكم رأس؟ أشكركم أعزائي الطلاب وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس.